فالآن كيف نتعلم الخط تعلم صحيح؟ يعني لابد من معلم. صحيح، نعم. يقال من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صواب. يعني مو دائما، بس لكن في بعض الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حتى يعلموا الناس. صحيح، نعم. فطيب إذا لم يجد، نعم، إذا لم هو يعني إذا ما في بدائل متوفرة يأخذ بالموجود، لا بأس بهذا، يمشي، نعم، حتى يعني يفتح الله عليه، يفتح الله عليه. لكن ترى دائما الإنسان يتذكر أن الله سبحانه وتعالى يمد بالعون ويفتقر إلى الله، والله سبحانه وتعالى يفتح عليه وقد يلتقي. يعني يبتدئ الآن، يعني ما ينتظر، بعض الطلاب ينتظر يقول أنا حتى أجد يعني لا أكتب. يا أخي ابدأ الآن، حتى لو بطريقة الشف، بطريقة التنقيط، ابدأ اكتب حتى يفتح الله عليك وتتقدم، تنظر بعض المقاطع وكذا. صحيح، نعم. اي نعم، خاصة يعني في الدول هذه النائية الآن. يعني سبحان الله، أنا يمكن أنت اطلعت على بعض الكتابات الآن اللي كانت في بعض الدول، هؤلاء لا يعرفوا اللغة العربية ويكتبوا ما شاء الله. هنيئا لهم. أيوة، هنيئا لهم. إذا كان هذا مستواهم وهم ما يتكلموا العربية ولا يعني حتى ما يفهمونه، فيعني هذا معناه إذا توفرت لهم الوسائل سيبدعون أكثر وأكثر. صحيح، لكن نعم، المعلم ممكن يقرب له أشياء كثيرة بعيدة بكلمات يسيرة. صحيح، 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 نعم. لكن أهم ما يكون في الخط كما قلت لي التدريب العملي. صحيح، نعم، نعم. نعم. نعم، من أهم الأشياء في جميع الأعمال تقريبا العمل وليس النظر، لأنه العلم النظر لا يفيد كثيرا مثل العمل. التطبيق مهم جدا في موضوع الخط. لدينا الآن كراسة للشيخ عثمان، بما أننا نستخدم طريقة الشيخ في كتابة المصحف. هناك كراسة بإذن الله سيتم توفيرها للأخوان، فيها شرح لجميع الحروف، شرح مبسط وسهل، وصفحات للتمارين، بحيث يستطيع المبتدئ المتدرب أن يتعلم الحروف بشكل صحيح ويتعلم الكتابة بشكل صحيح، ثم بعد ذلك يبدأ بكتابة المصحف. ما شاء الله. نعم، وسيكون ذلك بإذن الله عونا له على الكتاب الصحيح. الله يعيننا وياك. آمين. بارك الله فيك.